الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي بعثنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا أليما
ويدعو الإنسان بالشر دعاء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا جعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة تلاها على مسامي حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ سعيد حسن علام القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية جعيف التابعة لمركز ومدينة تاي البرو. إدارة الصوت والضوء، إدارة أولاد أبو سيف، إدارة البشمهندس أحمد أبو سيف المقيمين بجبارز بحري. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.